السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول السائل: أحد طلبة العلم يذكر أن المراد بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنه كفر صريح ويقول إن ابن عباس خالف صريح الآية بقوله أنه كفر لا يخرج من الملة، وكذلك عطاء وطاووس وغيرهم، نرجو الإفادة. يا إخواني، كل إنسان بيرتقي إلى يقول ابن عباس ما فهم وأنا اللي فهمت؟ يا إخواني، ترى هذا من سوء من الجهل وسوء الظن بالصحابة. ترجمان القرآن ما فهم وهذا السائل هو اللي فهم الموضوع أو المتلمذ الموضوع. ابن عباس ذكر أن الحكم بغير ما أنزل قسمين: من حكم بغير ما أنزل الله مستحسنا له ومقدما له على حكم الله وراضيا به أو مساويا بحكم الله ورد شك ورد على الإسلام. لكن لو حدث أنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى عرض له وشهوة عرضت له من غير استمرار عليه ومن غير رضا به فهذا كفر دونكم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.